السلام عليكم. بدنا نبدأ يومنا إن شاء الله تعالى بذكر الله الحكيم. راح نبدأ بجزء عمة من الخلف مع صف خامس. وهسا دورك أنت يا أرين، يلا احكي بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. يلا يا فضل، الآية اللي بدك، السورة اللي بدك إياها. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من جنة الناس الخراب. يلا يا جود. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله. أول شيء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بعدين بسم الله الرحمن الرحيم. يلا. طبعاً انتوا بتحكوا قل اعوذ برب الناس، انتوا بتنسوا الاب، بلاحظ ديروا بالكم يا خامس، برب الناس. زي في عنا سورة الفاتحة كثير من الناس ما بيحكوا بسم الله الرحمن الرحيم، مع انها بسم الله الرحمن الرحيم تعد آية من ذكر من سورة الفاتحة، آية، مش بس انها بسم الله الرحمن الرحيم. ماشي يا خامس، يعني لازم تقرأ الفاتحة تحكوا بسم الله الرحمن الرحيم، احنا بدنا قرآن وفائدة كمان. يلا يا يوسف. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. يوسف قرأ قل هو الله أحد. شو بنذكرها هي سورة ايش؟ شو اسمها؟ آية لين. سورة الإخلاص. سورة الإخلاص. في كثير ناس ما بعرفه، بحكي لك بحكي له اقرأ سورة الإخلاص، ما بعرف من هي سورة الإخلاص، بس بتعرف ان سورة الإخلاص اللي هي قل هو الله أحد. طب ايش هي سورة الفلق؟ قل أعوذ بإيش؟ آية فضل. ممتاز. قل أعوذ برب الفلق. رأي خامس، هاي يعني بدنا نبدأ إحنا بجزء عما شاء الله تعالى، هاي بنقرأ قصار الصور بعدين بنصير نرجع. ارجو يعطيكم العافية، هسه بنكمل اللي ما قرأوا.